بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في سلسلة تعليم أكسس 2003، دورة صمم برامجك بنفسك. النهاردة هنتكلم على موضوع جديد في قواعد البيانات، وهو الاستعلامات أو الكويريز، زي ما هنشوف مع بعض. النهاردة هنشغل برنامج الأكسس. هنيجي في كائنات، نيجي على التاب بتاع استعلامات ونعمل استعلام جديد، معالج الاستعلامات البسيطة. هنختار الجدول بتاع كاستمر انفو ونضيف البيانات بتاعته كلها عندي، وبعدين نيجي نختار الجدول بتاع كاستمر اكاونت، نضيف الاكونت نمبر، اكونت ديت، واليوزر نيم والباسورد. ونسميه كويري كاستمرز. انفو كويري كاستمرز انفو اللي هو بيانات العملاء. نقول له انهاء. زي ما احنا شايفين الاستعلام دلوقتي جاب لنا البيانات كلها بتاعت الجدولين، اللي هو جدول اسم العميل زي ما نشوف في التصميم كده. عندنا جدول الكاستمر اكاونت وجدول كاستمر انفو. جدول كاستمر انفو اللي هو بيانات العملاء، اللي هو كود العميل واسم العميل والعنوان والتليفون والموبايل. كاستمر اكاونت اللي هو بيانات حسابات العملاء، اللي هو عبارة عن الكود ورقم الحساب وتاريخ فتح الحساب والاسم المستخدم وكلمة السر والعلاقة بينهم واحد لواحد. وزي ما احنا شايفين احنا عملنا استعلام مبني على جدولين. هنا احنا بنعرض بيانات الاستعلام، بيانات الجدول كله اللي جاية من الجدولين. نخش على الاستعلام، عايزين مثلا بيانات العميل اللي كوده رقم واحد. جاب لنا العميل اللي كوده رقم واحد. زي ما احنا شايفين دلوقتي عندنا في الاستعلام الجزء اللي هو النص الفوقاني دوت عبارة عن الجداول او الجدول اللي انا بستعلم عنه، او الجداول اللي بينها علاقات. النص الاسفل عبارة عن شبكة الاستعلام وعبارة عن الحقل من الجدول واسم الحقل واسم الجدول، والفرز تصاعدي او تنازلي، واظهار يعني يظهر الحقل ده ولا يخفيه، والمعايير اللي هي اللي بستعلم بيها من الجدول. زي ما احنا شايفين لما ادخلت رقم واحد، كود رقم واحد، جاب لي كود العميل الرقم واحد. طب لو قلت له كود الرقم اتنين، جاب لي اللي كود رقم اتنين. نلاحظ ان هنا النصوص بتتحط بين دبل كوتيشن اوتوماتيك، يعني لو عايز استعلم عن اي نص بحطه من دبل كوتيشن. طب بالنسبة للاسم، عايز استعلم مثلا عن اسمه خالد، خالد ونجمة، يعني كل اللي بيبدأ بخالد وبينتهي بأي حروف بس بيبدأ بخالد. جاب لي هنا خالد سيد وخالد صالح. طب لو قلنا بينتهي بخالد، ما جابش حاجة. طب قلنا الاسم خالد سيد،
جابه زي ما احنا شايفين. طب لو قلنا خالد صالح جابه، طب لو عايزين اللي بيبدأ بأي حاجة وينتهي بصالح بنقول له نجمة وبعدين صالح، يعني اللي بيبدأ بأي حروف وبينتهي بصالح. جاب لنا خالد صالح وهو هنا بيضيف عندي عامل اسمه لايك، ده اوتوماتيك يعني زي طب انا عايز صالح في ايه، في نص الكلام بقول له نجمة صالح نجمة، جاب لي خالد صالح. طيب لو عايز استعلم عن العنوان، انا عندي القاهرة اسكندرية المنصورة طنطا القاهرة، انا لو عايز استعلم عن اللي هما من القاهرة بس بكتب في الاستعلام القاهرة، بيحطها لي اوتوماتيك بين دبل كوتيشن. جابها فعلا، اتنين من القاهرة السيد عبد الكريم وخالد السيد، الاتنين من القاهرة. طب انا عايز اللي رقم محمول 012، هنقول الموبايل 012 بيبدأ ب012 وبينتهي بأي أرقام. جابلي فعلا اللي ب012، نقول له اللي بيبدأ ب014 وأي أرقام. فعلا جابلي اللي ب014. طب هنا عندي ارقام الحسابات 1000 2000 3000 4000، لو عايز رقم اللي رقم الحساب بتاعه اكاونت نمبر 1000 2000 مثلا، قلنا لو عايزين رقم الحساب اللي هو رقم 2000 مثلا جابهولي. طب لو قلت له عايز ارقام الحسابات اللي هي مثلا اكبر من 2000، جاب لي كل الحسابات اللي اكبر من 2000 مظبوط تمام. لو قلت له اللي بتوين، عند 5000 بتوين 2000 عند 5000، يجيب لي ارقام الحسابات اللي من 2000 لحد 5000، جابها تمام. تمام مظبوط. عندي تاريخ فتح الحساب، عندي تواريخ، لو عايز استعلم عن تاريخ بقول له مثلا 1/1/2010، حطها لي اوتوماتيك بين ايه، بين هاش. التواريخ بتتحط دايما بين 2 هاش. قلت له ان انا بستعلم عن التواريخ الحساب فتح الحساب في 1/1/2010، جابهم لي مظبوط تمام. لو قلت له الاكبر من 1/1/2010
جاب لي كل الحسابات اللي في اللي اكبر من 1/1/2010. طب لو عايز استعلم بين تاريخين بقول له بتوين، وقول له 2 هاش اند 2 هاش، مظبوط كده. وبعدين اجي اقول له بين 1/1/2010 1/3/2010، يبقى انا بقول له بيستعلم لي عن التواريخ اللي هي من 1/1/2010 ل 1/3/2010. جاب لي فعلا تواريخ. يبقى زي ما احنا شفنا في طريقتين ان احنا نعمل استعلام، يا اما اقول له جديد ومعالج الاستعلامات واختار العلامة ديت، يعني بتنقل 1/1، العلامة ديت بترجعهم 1/1، ديت بتنقلهم كلهم نوبة واحدة، دي بترجعهم كلهم مرة واحدة. قلنا ان احنا ممكن كده بالاستعلامات بالمعالج وناخد الجدول وبعدين نختار او ان احنا ننشئ الاستعلام في طريقة عرض التصميم جديد. طريقة عرض التصميم بنقوله ان احنا عندنا جدولين، جدول اسمه كاستمر انفو وكاستمر اكاونت، نقول له اضافة، ضف لي، بنعمل دبل كليك على كل حقل احنا عايزين نضيفه، وبكده يضيف لي عندنا جميع الحقول. هاجي اقول له فرز على حسب الكود التصاعدي، واقول له حفظ، كاستمرز 1. يبقى في عندي طريقتين لإنشاء الاستعلام، إما بمعالج الاستعلامات البسيطة وبتختار الحقول زي ما انت عايز، أو في طريقة عرض التصميم زي ما شفنا مع بعض. وبكده نكون أنهينا درس الاستعلامات. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.